نظمت أكاديمية البحث العلمية حفل تكريم للفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولية الرابع للابتكار بحضور دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار التأكيد على دور الدولة في الاهتمام بالعلم والعلماء ودعم الابتكار والمبتكرين. حفل تكريم نظمته أكاديمية البحث العلمي للفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار التأكيد على دور الدولة في الاهتمام بالعلم والعلماء ودعم الابتكار والمبتكرين. الفكرة اللي شايفينها انها ممكن تفيد رجال الصناعة نقدر ان احنا ندعمها، ناخدها للانتاج الحربي للمصانع بتاعتها، ناخدها للمراكز البحثية بتاعتنا، ان احنا نقدر نخلي الطالب او صاحب المشروع يستخدم كل التقنيات وكل المعامل البحثية اللي موجودة عندنا. الابتكارات اللي تم عرضها واللي ممكن تساهم في حل مشكلة وقائمة على اساس علمي سليم هيتم احتضانها بمعنى الكلمة. يعني احنا ان شاء الله السنة الجاية في معرض القاهرة الدولي الخامس باذن الله للابتكار هنشوف خمس شركات تكنولوجية ناشئة كانت أفكار معروضة في المعرض الرابع. 85 ابتكارا من ضمن 530 اختراعا مصريا فازوا بجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه، فضلا عن احتضان خمسة ابتكارات بتكلفة 750 ألف جنيه. بداية إحنا كان موضوع مجرد فكرة في درجة الهندسة المعمارية، وإن أنا بتكرم عليها كأن هو ابتكار، ده بالنسبة لي حافز كبير أوي إن أنا أبدأ أكمل عليها وابدأ أكمل دراستي نفسها على نفس الفكرة اللي أنا طورتها، فده بالنسبة لي تكريم معنوي أكتر ما هو تكريم مادي بالنسبة لي. وكنا من ضمن المشتركين في الملتقى ده بمسلسل الأزهر، ده بدعم أكاديمية البحث العلمي طبعا. ومسلسل الأزهر كان عبارة عن تاريخ الأزهر من 1000 سنة. معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار هو نظام مؤسسي وبرنامج مدروس تتبناه أكاديمية البحث العلمي في نوفمبر من كل عام، بهدف التنقيب عن أفضل الابتكارات المصرية واحتضانها ودعمها ماديا وفنيا إلى أن تصل إلى منتجات في الأسواق، والحصول على جائزة في المعرض هو مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى. محمد محمود،